أنا ما أحتاج إلى أني أنتظر 3 أيام أو 4 أيام عشان أرد، أنا برد رد فوري ومباشر. وأنا جيت وقعدت وتسمعت لكلام الأخ مرزوق القارم. أول شيء بتكلم عن الكتب اللي عرضهم. أول شيء، لا يمكن لمؤسسة دولية أن تصدر عبر أمينها العام كتابين متناقضين، وسأخاطب بشكل رسمي اتحاد البرلمان الدولي لإيضاح ذلك. نبي نعرف شنو اللي صاير لما يردون على طلبي بعدم وجود شكوى ضد دولة الكويت، ولا وعدم وجود شكوى ضد مجلس الأمة، وعدم وجود شكوى ضد رئيس مجلس الأمة. وأنا دائما أكرر، أنا اشتكيت على رئيس مجلس الأمة ضده بصفته مو بشخصه، وهذا الكلام أعتقد ما كان يجب أن يجتزأ الكلام. وأكرر لكم، شكواي ضد رئيس مجلس الأمة بصفته. احتاج إلى خطاب رسمي إلى البرلمان الدولي لمعرفة كيفية إصدار كتابين متناقضين. بالنسبة للآيات القرآنية اللي يقول أنت تغلط وإحنا نصلح لك، لا لا، مو أنت اللي تصلح لي، بس أنا بسألك سؤال. أنا دائما أشوفك في المسجد، هل تعتقد أن الصلاة كافية لرضى ربك عنك؟ انظر لأفعالك وقيسها واذكر الله سبحانه وتعالى. أصلا أنا إذا جيت المسجد، أول ما أدخل المسجد أدعي إن الله يهدي الجميع، لكن لو أنا أصلي وأفعل أفعال لا تتوافق مع نصوص القرآن وشرع الله، هذه مشكلة. ليش أصلي يعني؟ أوري الناس إن أنا أصلي؟ فلا تكلمني بالدين. الآية قد نخطئ في ذكر آية، لكن أن نغير كلمة في آية أو نضيفها، لا، هذه كارثة. أنا قعدت وتمنيت أن أسمع منه، يعني على الأقل يستكفي في ذكر الشكاوي حتى نواجه إحنا البرلمان، اتحاد البرلمان الدولي، نقول له تعال أعطيتنا كتاب يثبت كلامنا، ليش الآن جبتوا كتاب آخر يناقض الكلام اللي أنتم أكدتوه واللي هو مطابق للواقع؟ وراح أتابع هذه الكتب، وأتمنى اللي عنده نسخ منها يعطيني إياها، لأن هذا أمر خطير أن تقوم جهة دولية بإصدار كتابين متناقضين، كتابين متناقضين تماما ومذيلة من رئيسة البرلمان ومذيلة من الأمين العام. هذا أمر خطير. أموانا اللي أسكت عنه، مو أنا شعيب المؤزر اللي أسكت عنه، لا،